اقتباء للناس اللي يشكوا في تضحيات الجسام مجزرة 8 مايو 1945 راه غير لساني اللي يقولها. أرض مفرشة بالأجساد، أجساد نتاع ضحايا شهداء نتاعنا، دماء اللي رموها من الهليكوبتر واللي رموها بكذا في البحر واللي رموها في هادي واللي شعلوا فيهم النار واللي داروهم في الكوشات نتاع الجير. يعني إجرام واضح ما عندنا من درقوا فيه. اليوم الحمد لله فضلها التضحيات وما هي مزية حتى من واحد، تضحيات نتاع الشهداء نتاع الجزائر اللي خلاو الجزائر اليوم مستقلة وخلاو الجيش نتاعها قوي وسيتقوى أكثر لحماية هذا الاستقلال. لأن اللي ما يصونش قيمة تضحية نتاع شهدائنا وما يصونش كرامة الجزائر والدفاع عن استقلالها وحريتها اليوم لا تاريخ له ولا مستقبل له.